هدم سينما فاتن حمامة في بعض الدول بيعتبروا هدم السينما بالضبط زي هدم مصنع وربما أخطر، لأن أنت بتواجه الانحراف والتطرف بالفنون بكل أشكالها. شوف أنت لو بالفن والثقافة والرياضة كمان، يعني مراكز الشباب ومراكز الثقافة والسينمات والمسارح هي اللي بتستطيع فيها انك تشد الناس للجمال والإحساس بالإبداع وبالحياة. يعني كنا بنعدي كده واحنا ماشيين قدام المانيال على الناصية، فتلاقي سينما فاتن حمامة تتصدر المشهد، اختفت اليافطة تماما واختفت السينما، ويبدو ان العقار هيتم هدمه، وده مشهد نشاهده كثيرا. بعد قرار اللجنة الدائمة لحصر المنشآت في يناير هذا العام بأن مبنى سينما فاتن حمامة ليس له قيمة معمارية أو عمرانية، ووفقا لخطاب وزارة الثقافة بعدم وجود مستند بأن المبنى يعد طرازا معماريا، تم إصدار ترخيص هدم المبنى. هذا المبنى الذي شهد عروض تاريخية من أفلام الزمن الجميل، وتشهد جدرانه أحداث وتاريخ لا يقتصر على الأحداث الفنية فحسب، بل أيضا أحداث سياسية مهمة، حيث أن الرئيس الراحل أنور السادات استخدمها للتمويه، وذلك ليلة ثورة 23 يوليو، وبعد إغلاقها لأكثر من عام منذ عام 2014، ولتتوقف عن عرض الأفلام وتعرض للبيع نظراً لكونها ملكية خاصة، من المقرر أن يتم هدمها خلال أيام بما تحمله من ذكريات وتاريخ، وكأن شيئاً لم يكن. حالة من الرفض والاستياء عبر عنها عدد كبير من سكان المانيال بعد قرار الهدم. بحد ذاته زي السوق، زي المول التجاري اللي الناس كلها بتروح، لازم تبقى موجود. طراز ومبنى اثري ومبنى كان يخدم الناس، المواطن الغلبان والعادي والحر واي مواطن، اتهدد. فاتن حمامة وكل الجماعه والرؤساء الدول كلهم حضروا في المكان ده. ما ينفعش تتهدد، ان هي اصلا من زمان، واللي بيجي عليها، يعني بتيجي على اسم سينما فاتن حمامة، ضد انها تتهدد. هي سينما من وانا مولود، من وانا صغير، يعني انا مولود هنا في المنيا، فهي يعني هو ماشي تراث وكله، بس دلوقتي التراث ما عادش بينفع في الماده، فكله بيدور على الماده دلوقتي. هي لما تعمل مول وتعمل فيه سينما، وممكن تعملي فيه سينماتين، يعني زي ما انت عايزه تعملي فيه. طبعا هدمها يعني دي كان تراث بالنسبه لنا، فاتن حمامه دي يعني حتى كان منطقه معروفه جنب سينما فاتن حمامه، يسال على عنوان في سينما فاتن حمامه، فتراث يعني، بس خلاص اتهدمت. هدم التراث الفني والتاريخ، لأن الأمم مش هتعلى إلا بالثقافة، فأنا كده بهدم ثقافة وبهدم والفن والمولات التجارية. ما هي الدنيا مليانة مولات. سينما فاتن حمامة تعتبر تراث، يعني أنت ما تهدلي في سينما فاتن حمامة يبقى نايس إيه؟ وطبعا مول تجاري دي هتزحم المنطقة كمان أكتر ما هي مزدحمة، يعني أصلا المنطقة بلوكد كلها في المرور، فطبعا هتزود الزحمة. قوة مصر الناعمة في التراث الثقافي وفي أدبائها وفنها وفي كتابها، ويعني ده مهم جدا. فلو عاوزين نهدم سينما فاتن حمامة، نطلع مكانها مسرح، نطلع مكانها سينما، نطلع مكانها أوبرا، نطلع مكانها دار لتعليم موسيقى، دار لتعليم فنون، إنما احنا هنهدمها وهنطلع مكانها عمارة أو مول تجاري أيا كان. يعني حضرتك لازم تستبدلي النشاط بنفس النشاط عشان الحفاظ على قوة مصر الناعمة. هدم سينما و إقامة مول مكانها، محدش فكر كده نحاول إنك تحمي سينما؟ ما ما
ما تقللوش من قيمة هذه القضايا، لا بالعكس، يعني شوفوا أنا الأقاليم اللي كان فيها سينمات منتشرة اختفت معظمها، والسينما مع المسرح مع الثقافة مع الملاعب هي دي اللي بتنقذ الناس وتاخدهم من التطرف بأشكاله المختلفة ومن الانحراف أيضا بأشكاله المختلفة.